اذا نبداو بليكتور. اول حاجه ملي كيكون عندنا ليكتور كنقراو النص، من بعدها كنجاوبو على الاسئله انطلاقا من النص. La cérémonie de henné est un événement très spécial dans la culture marocaine. Selon la tradition, elle se tient la semaine ou le jour précédant la nuit de noces. La cérémonie, réservée uniquement aux femmes, se déroule toujours le soir au domicile des parents de la future épouse. En se faisant ainsi tatouer, sur les mains et les pieds, la future mariée indique à ses prétendants que son cœur est à jamais pris. Durant la cérémonie, la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux, dont du sucre représentant le bonheur, des œufs pour le changement de vie qui attend la fiancée et des pièces d'un centime qui représentent la prospérité. Selon les coutumes, tous ces cadeaux ne sont présentés à la mariée qu'à la fin du repas. بالنسبه لنصفو كي دار على نهار الحنه اللي كتكون ديال العروسه. بالنسبه لهاد السيرومون دو حنه، هي واحد الايفينمون حدث متميز في الثقافه المغربيه. على حسب التقاليد هي كتكون سوتيان لا سيمين او لو جو بريسيدون، يعني كتكون في النهار اللي قبل نهار العرس او يعني الليله ديال الزفاف. بالنسبه لسيرموني هاد الحفله يعني هي كيكون فيها غير لي فام، يعني نساء سو ديغو توجور، يعني كتكون يعني في الليله au domicile, يعني في الدار ديال الوالدين ديال الزوجه. اوكي okay. En se faisant ainsi tatouer، يعني كتحني يديها رجليها، يعني la future mariée indique à ses prétendants que son cœur est à jamais pris، يعني كدلاله غير رمز ان كتقول هاد الزوجه المستقبليه كتقول ان هاد القلب ديالها راه عطاته الزوج ديالها الى اخره. اذا خلال لا سيرومون الحفله ديال الحنه، بالنسبه للفيتور ماريي سوف اوفري بليزيور كادو، كيتعطاو بزاف لي كادو، منها السكر، يعني كيتنزل السكر اللي كيدل على ياش كيدل على السعاده، البيض كيكون اوكي يعني تغيير، يعني اللي كيدل تغيير الحياه اللي كينتظر هاد الزوجه. وكذلك كاين دي بيس سنتيم، يعني بيسات ديال سنتيم ذهب ولا بيسات صغارين سنتيمات بحال ديال الفلوس ولا الذهب صغيوار، هادو كيدلوا على ياش على تطور الازدهار. على حسب العادات ان هاد لي كادو ميمكنش يتقدموا للزوجه حتى كيسالي كتسالي الماكله. اذا هاد الكادوات اللي خاص اللي كتعطاو العروسه، منها السكر اللي كيتنزل الى اخره، ما كتعطوهاش حتى كتسالي كيسالي كوا كيسالي المأدوبات الاكل. اذا نمشيو دابا السؤال الاول، لي إسولي لو تيتر كي كونفيان، إذا نسطرو على العنوان المناسب. إذا بالنسبة للنص فهو كيتحدث على لا سيغوموني دو حني دو اني، أوكي على حسب أش ما كتنطقش، لو مارياج أو ماروك، لو مارياج دو ما كوزين. إذا هنا ما كيهضرش على العرس المغربي وما كيهضرش على المارياج دو ما كوزين، مي كيهضر على سيغوموني دو اني ولا دو حنا اكسيتيرا. إذا هنا هذا هو الجواب، إذا هذا هو الجواب الصحيح. تخي بيان، انتقلو لا كيسيون دو. إذا لي إسولي لا فراز دو تكست، إذا قالك سطر على الجمل اللي كاينين فقط في النص. لا فيتور ماريي سو فوا أوفخيغ بليزيور كادو، لو حني روبخيزونت أو لو إني روبخيزونتون لو بونور، لا سيرموني ريزيرفي أونيكمون أو زوم. إذا هنا لا فيتور ماريي سو فوا أوفخيغ، إذا نشوفو الجمل اللي كاينة، هايا لا فيتور ماريي سو فوا أوفخيغ بليزيور كادو، أوكي هايا كاينة في النص، إذا هادي غنسطرو عليها. إذا لا فيتور ماريي سو فوا أوفخيغ بليزيور كادو، تخي بيان. لو اني ريبريزونتون لو بونور، اذا هنا قلنا لو سيكر ريبريزونتون اللي كيتقدم للعروسه الى اخره، وهاد الكادوات للعروسه اللي كيجيو اوكي اللي كاين اللي كيجيب هذاك الدفوع اللي كيقولوا في السكر وفي البيض وفي شحال من حاجه، هذوك الكادوات يعني اوكي هو اللي بالنسبه للسيكر هو اللي كيمثل البونور. هنا خطا، اوكي لا سيرموني ريزيرفي اونيكمون او زوم، هنا شنو قالنا ريزيرفي اونيكمون او فام، هنا كاتبين لي زوم، خطا. اذا الجمله الصحيحه اللي كاينه في النص هي الاولى. دابا ننتقلوا سؤال ثلاثة، أو سي ديغو لا سيريموني، إذا أين تتم هاد حفلة إذا ديال حنة؟ إذا هنا على حسب النص، ألوغ سو ديغو توجور لو سوار أو ديميسيل دي باغون دو لا فيتور إيبوز، يعني في دار العروسة كتكون حنة. إذا غنمشيو نكتبو الجواب، إذا هنا لا كوا لا سيريموني، إذا لا سيريموني سو كوا se déroule. Idem, la cérémonie se déroule. Ok, se déroule. Ou qu'on se déroule toujours le soir. Toujours le soir.
le soir ou au domicile des parents, le soir au domicile, ok, au domicile des parents de qui? De la future, épouse, de la future épouse. Très bien. Ntaqlu, question 4. Que représente le sucre? Souli la bonne réponse. Idan al hasab annas urjan annas. Le sucre représente quoi? Le sucre représentant quoi? Le bonheur. Représentant le bonheur. Idan anjou ksbo le jawab, yani sa'ada. Idan qallak souli la bonne réponse. Est-ce que le bonheur, le changement de vie là, la prospérité? Idan la prospérité, idan na jawab sahih wa le bonheur. Très bien, taqlo, ou là on passe à la question ou de grammaire. Idan benisba, ashnou mtloub mina grammaire, question 1, indique le genre et le nombre des noms suivants. Idan ashnou ki3tina le genre. Le genre wesh masculin, OK, yani mudakkar, idan wa jins wesh masculin ou la féminin. Hada le genre. OK, benisba imma masculin. Benisba le nombre, l'adad, imma singulier. Ou la quoi ou la pluriel. Ok, غير باش فهمو. اذا كاين هنا بالنسبه للماسكولا فيمينا اوكي بالنسبه للمذكر كنستعمل ان اوكي لو بالنسبه للفيمينا كنستعمل اون لا بالنسبه للسانغولي بلوري كنستعمل لي ولا لا دي اذا باينه لو ان اي اذا كما كتشوفوا عندنا لو اذا هذا اوكي ماسكولا اذا ماسكولا سانغولي اذا نكتبوا هنايا اوكي لو ان اي نمشيو دابا لي كادو لي كادو كيكون عندنا لي بلوريال ولكن ملي كيكون عندنا بلوريال نشوفو واش ماسكولين ولا فيمينين كنقولو ان كادو كنرجعها للمفرد اذا لي كادو ماسكولين كوا ماسكولين بلوريال تري بيان نمشي دابا ما طونت لا طونت فيمينين اذا عندنا ما تماتا هادو كيدلو على الفيمينين سانغولي اذا نكتبوها فيمينين سانغولي ونكتبو ما ما طونت بقى لينا لي برودوز اذا هذا بلوريال في فيمينا عندنا او في الاخر اذا هنا عندنا فيمينا بلوريال اذا نكتبو لي برودوز اوكي تري بيان سالينا سؤال الاول ننتقلوا للسؤال الثاني ريكري شاك نو او بلوريال انديك سون جون لو جون راه قلتها لكم اما ماسكولين ولا فيمينا اذا ماسكولين ولا فيمينا باينه ملي كيكون عندنا لو ولا ان كيكون ماسكولين ملي كيكون عندنا اون ولا لا قبل يعني لارتيكل اوكي ديفيني ولا انديفيني اما يكون عندنا اون ولا لا كنعرفو فيمينا عندنا لو بيانو بالنسبه لو بيانو فهو ماذا فهو كوا فهو مفرد مذكر لان عندي لو يعني سافوجيا ما ماسكولين اذا عندي قال كنحدد لو جونغ ديالو اذا اما ندور مابقاش نسطر ولا الى اخره يعني ندورو عليه اذا نكتبو هنايا بالنسبه عندنا هنايا ماسكولين وجي غنكتب دابا هنايا بلوريال ما كيكون عندنا لو كنرجعها لي ما كيكون عندنا ان كنرجعها دي اذا عندنا لو بلوريال رجع لي وغنقول لي بيانو ولي بيانو هنا بالنسبه لا مارك ديال بلوريال يعني باش كنعرف الجمع كنحول المفرد الجمع لا مارك الفرنسيه باينه اس حالة استثنائية كيكون اكس الى اخره مي هنايا ما عندناش شي حاله استثنائيه نكتبوا لي بيانو اس في الاخر لو كادو اوكي عندنا لو اذا ما ماسكولا اذا هنا ماسكولين عندنا مذكر لان عندنا لو سهله باش تعرفوها عندنا ماسكولين اذا دابا نجي نعملو بلوريال في الجمع اذا عندنا لو كترجع لي وكادو هنايا ما كيكونوا هاد الكلمات كيسالب او ا او اشنو كنزيدهم اوكي كنزيدهم اكس وغيكون عندنا لي كادو تري بيان نمشي ان غارسون ان غارسون عندنا ان قبل منه اذا ماذا اذا كوا اذا ماسكولين مذكر اذا هنا عندنا كاملين ماسكولين نرجعو جمع اذا ان شنو قلت لكم ان كترجع دي ردوا البال اذا شوف لو ولا كترجع لي و ان و اون كترجع دي بلوريال وغنقولو غارسون او ان وغنزيدو اس ديال الجمع بلوريال وغنقولو دي غارسون